النهاردة هشرح لكم ازاي عملت التايبو بتاع الجوكر ده. السلام عليكم، معكم مهريوس او محمد. النهاردة هشرح لكم ازاي عملت التايبو بتاع الجوكر ده. هو سهل وبسيط جدا، عبارة عن تركاية بسيطة، لو فهمتوها هتعرفوا الدنيا كلها. طيب، اول حاجة هنجيب الميكسر براش، هنروح على الاعدادات بتاعت الميكسر براش فوق هنا. هنتأكد اول حاجة من السهم الصغير دوت ان مفيش اي حاجة تشيك هنا. فالفوتوشوب 2019 الديفولت بتاعه ان هو بيجيلك في علامة تشيك على لود سوليد كولر اونلي، هتشيلها عشان الافكت يظبط معاك. بعد كده هتدوس على الاتنين دول اللي هما مش متفعلين، هما ممكن تلاقيهم كده، لا تدوس عليهم. بعد كده هات الويت لايت ميكس او الدراي لايت لايت لود او هيفي لود، يعني جربهم كلهم. انا جربتهم وشايف ان احسن واحده بتنفع مع الايفكت ده هي دي، ويت لايت ميكس. هتلاقي الويت 50% واللود 50%. اوكي، اكتب بيها عادي خالص بالماوس او بالجرافيكس تابلت لو عندك. هتروح على اي حته في الصوره وهندوس الت، مثلا هندوس الت هنا. هتلاحظ ان الحته اللي فيها الدوريه بتظهر هنا فوق، تظهر زي صوره مصغره، وهي دي اللي بترسم بيها. يعني مثلا هي دي الحته اللي انا خدتها، هي دي اللي هترسم بيها وسط الوان هتظهر بتاعتها. مثلا هاخد حته اصغر، اخد حته هنا كده كده، الوان بقت لونين بس اخف واحسن. مثلا عايز دي كده كويسه، تمام. مثلا ممكن اجرب هنا، حلو قوي كده. طيب، الرسم بالماوس صعبة جدا، فهنعمل ايه؟ هنقوم جايبين البنتو اللطيفة بتاعتنا، نعمل نيو لاير، نقوم راسمين الكلام بتاعنا. بعد كده نقوم ظابطين حجم البراش، يعني مثلا شايف كده البراش هتبقى كبيرة قوي لو مشيت على الستروك ده، فهنصغرها سنة كده، تمام. كان نعمل سيلكت بقى، واحنا جايبين البين تول باك يمين ستروك باث، نختار الميكسر براش. ممكن نعمل سيميوليت بريشر، هتبقى احسن. بس اوكي، شايف الدنيا كده بقت لطيفة. ممكن نشيل دي، نحط باك جراوند سودا. كده بقى شكلها لطيف شوية. بعد كده هنعمل ايه؟ هنقوم جايبين فرشة، اي فرشة عادية خالص، او مثلا ممكن فرشة دي، الفرشة دي هحط لكم رابط التحميل بتاعها في الديسكريبشن، انا اللي عاملها. بعد كده هنجيب لون الباك جراوند وهنفرغها من النص، نفرغها من النص عشان تدينا الافكت ده. لو تلاحظوا هنا الكلام كله هتفرغه النص. طيب، هنعمل ده ازاي؟ هنعمله برضو بالبين تول عشان حوار ال pressure simulation. نروح على البراش بقى، اختار الحجم بتاعها كده كويس. نختار البراش simulate pressure، تمام اوي كده. هعمل layer تاني، هلغي simulate pressure، همسح الباث. اوكي، هنجيب ال eraser او rubber، نمسح اخر الفرشة. بس التركية الجاية بقى هتعتمد على ان انت تلون، مش اكتر، تلون فوق الكلام ده بنفس الالوان، يعني مش هتفتكس الوان جديدة. يعني مثلا هنا في لون البيربل، فجبت لون افتح منه شوية ولونت بيه. في هنا لون اخضر مدي على تركواز شوية، فجبت تركواز ولونت بيه. في هنا اخضر، جبت اخضر فاتح، وهكذا. هي نفس الالوان، بستخدم درجات مختلفة منها ولون فوق الصورة نفسها.
ممكن برضو تستخدم البين تول في الكلام دوت وتعمل pressure simulation، او تستخدم جرافيك تابلت لو عندك جرافيك تابلت طبعا هيكون اسهل. انا هنا هستخدمه مثلا. اول حاجة الالوان دي حاسسها باهتة شوية، فهروح على اللاير واعمل له adjustment hue and saturation. هحاول مثلا اشوف الوان احسن من دي شوية. أحسن شايف الألوان دي كويسة جدا. هعمل ميرز لاير، جيب البراش بتاعتي أو البين تول لو أنت هتستخدم الماوس، جيب مثلا اللون دوت ونكرره تاني. هنا نعمل لاير جديد الأول، جيب اللون دوت ونمشي بيه كده، نجيب اللون ده مثلا كده. او مثلا اللون ده الدرجة بتاعته مش عجباني، فانا هجيب درجة تانية مثلا، هروح على الاصفر وازود الساتوريشن. مثلا اللون ده احسن كتير. تجيب هي نفس الألوان اللي في الصورة، تفضل تمشي بيها على الكلام نفسه، تعمل بيها strokes وحاجات كده. وتنبيه مهم جدا، الكلام ده كله مش بيتعمل بالجرافيك تابلت بس، ممكن تعمله بالبين تول عادي. يعني مثلا لو جبنا هنا بين تول ورسمت خط كده، جبت البراش اللي انا هحطها لك في الديسكريبشن دي، ستروك بار سيميوليت بريشر، هيديكوا الإفكت ده كأنكوا بتستخدموا الجرافيك تابلت بالظبط. وده كان اوبشن معين من الاعدادات، يعني انت لو جربت ولعبت في الاعدادات ممكن تطلع حاجات احسن من كده بكتير. لو يعني نرجع مثلا للصورة بتاعتنا، نجيب الميكسر براش، نجرب مثلا ال very wet light mix، نعمل alt برضو بيدي إفكت لطيف. مثلا في الدراي هيفي لود ده برضه كويس جدا، بيعمل افكتات حلو. شكله لطيف جدا. لو شلت التشيك من على العلامه دي وعملت سيميوليت اول لايرز، رحنا في لاير جديد وخليتها ويت لايت ميكس، هيديك افكت كويس جدا. وهكذا اقعد جرب في الاعدادات بتاعة الميكسر براش وان شاء الله هيطلع معاك حاجة عظيمة. بس هي دي كانت الطريقة، اتمنى تكونوا استفدتوا، تنسوش تعملوا سبسكرايب. سلام.